ده وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقول لي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثه هامده فيما يجب ان يكون. زرع مش متفائله يعني، حاسه في حاجه. لا 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 لا، انت لازم تتفائلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا اي لحظه جت؟ يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال؟ انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول، فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا. لا ما انت قصدك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني. ها قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسه فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجه. اهو اهو كده بقى يبقى في مشاكل. لا في قضايا جديده.